السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره تدخل القناه ديالي ما تنساش تبطل تشارك معايا في القناه وخلي معاك واحد لايك وشي كومونتير زوين. بالنسبه للفيديو ديال هذا النهار هذا غنشرح لكم اغنيه ديال الراي، اغنيه معروفه بزاف اللي هي سيد الجوج. فايت لي كنت درت لها واحد الفيديو قديم بزاف في بدايه ديال القناه ديالي، فيديو ما زوينش يعني، كانت الكاليتي ناقصه، كاليتي الصوت ماشي هي هذيك، الشرح كان ماشي كيف دابا. دابا قررت نعاود هذاك الشرح وقررت نعاود بزاف الفيديوهات باش نصحح فيهم بزاف ديال الحوايج. الى عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش لايك وشي كومونتير زوين وبيس عليك. اول حاجه غادي نشرحوها هي لي زاكورد. بالنسبه لي زاكورد ساهلين بزاف، حلوا معايا غير عينيكم وودنيكم واسمعوا مزيان وطبقوا هادشي بالطريقه اللي كنشرحها انايا. لي زاكورد ساهلين، لاكورد الاولى اللي هي لا مينور، لاكورد الثانيه اللي هي سول، اما بهذه الطريقه يا اما بهذه الطريقه، لاكورد الثالثه اللي هي فا، لاكورد الرابعه اللي هي ري، لاكورد الخامسه اللي هي المي. شرحتهم بطريقه اللي صعيبه، دابا غنحاولوا نبسطوهم اكثر. بالنسبه لاكورد الاولى غنحطوا الاصبع الاول في الكورد الثانيه الكاز الاولى بهذه الطريقه هذه، الاصبع الثاني نحطوه في لاكورد الرابعه الكاز الثانيه بهذه الطريقه هذه، الاصبع الثالث نحطوه في الكورد الثالث الكاز الثانيه بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا الاصابع ديالنا كيجيو مقوسين بهذه الطريقه، ما كيجيوش محطوطين بحال هكا، كنتكيو بالراس ديال الاصابع. بالنسبه لاكورد الثانيه غنشرحوها للمبتدئين اللي كتلعب بهذه الطريقه هذه، كنكونوا شادين لا مينور، غنطلعوا هذا الاصبع هذا السانكيام كورد بهذه الطريقه اللي بسيطه بزاف، هذا الاصبع هذا نحطوه في السيزيام كورد تروازيام كاز، هذا الاصبع نحطوه في البروميير كورد تروازيام كاز. كما كتشوفوا التنقل سهل بالطريقه هذه. بالنسبه اللي كيشدوا الباري غنحطوا الاصبع في التروازيام كاز، هاد الباري في تروازيام كاز، هاد الاصبع هذا في تروازيام كورد الكاتريام كاز، هاد الاصبع هذا في السانكيام كورد السانكيام كاز، هاد الاصبع هذا في الكاتريام كورد السانكيام كاز. بالنسبه للمبتدئين بلا ما يحاولوا يجربوها ما يقدروش يديروها في البدايه. بالنسبه لاكورد الثالثه اللي هي الفا، كنخليو نفس البوزيسيون في السول، كنكحزو بها هاد البوزيسيون هادي، الباري في البروميير كاس، اصبع في تروازيام كورد دوزيام كاز، اصبع في السانكيام كورد تروازيام كاز، اصبع في الكاتريام كورد تروازيام كاز. عارفك مبتدئ وقلت لك ما تقدرش تشد الباري، غتشد هاد الاصبع هذا غتهبطو للدوزيام كورد وتحاول ما تقيش الكورد السادس. بالنسبه لاكورد الرابعه غنحشدو اصبع في البروميير كورد بروميير كاز، اصبع في تروازيام كورد دوزيام كاز، اصبع في دوزيام كورد تروازيام كاز. ري كما قلت لكم الاصابع ديما يكونوا مقوسين وكنتكيو بالراس ديال الاصابع، هادي ما عندكم تنساو هاد القاعده هادي. لاكورد الخامسه والاخيره اللي هي المي، سهله كما لا كما المي، اي كل اصبع كنطلعوه بكورد، كيولي هاد الاصبع هذا في تروازيام كورد البروميير كاز، هاد الاصبع هذا في سانكيام كورد دوزيام كاز، هاد الاصبع هذا في كاتريام كورد دوزيام كاز. عاركم واحد الحاجه مخفيه عليكم ما كتشوفوش كيفاش كنشدها، اللي هي الاصبع اللي اللور كنشدوه بهاد الطريقه هادي،
كنتكيو مزيان باش نقدروا نجبدوا عندنا لي زاكورد وتولي واحد القوه في اليد ديالنا. دابا شرحنا لي زاكورد، دابا ندوزو نشرحو لا فراغ. حتى هي سهله ما صعيبهش، غير ركزوا معايا مزيان وان شاء الله غادي تتقنوها من بعد هذا الفيديو هذا. الافراط مكموله كتجي بحال هذا الشكل هذا، تحت تحت فوق تشك، تحت فوق 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 تشك. جابا جاتكم صعيبه ولكن نبسطها لكم انا بطريقه اللي مبسطه اكثر. غنقسموا الافراط لدو بارتي، لا بارت الاولى اللي هي تحت تحت فوق تشك، نعاودوها تحت تحت فوق تشك. ندوزو دابا لا بارت الثانيه اللي هي تحت فوق 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 تشك، نعاودو تحت فوق 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 تشك. دابا نجمعوا لا بارتي بجوج، نديرو تحت تحت فوق تشك، تحت فوق 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 تشك، نعاودو تحت تحت فوق تشك، تحت فوق 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 تشك. ولكن حاولوا واحد حاجه تركزوا ليها ما تنساوهاش، اللي هي الوقت ديال لافراب كما كنطقوا انايا، تحت تحت فوق تشك، تحت فوق 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 تشك، تحت تحت فوق تشك، تحت فوق 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 تشك. هادي ركزوا ليها مزيان الوقت ديال الفراب باش يطلع لكم مزيان وما يطلعش الوقت ماشي هو هذاك. دابا شرحنا الفراب وشرحنا كل شيء، نحاولوا ندمجوا هذا الشيء كامل مع لي. دابا غادي ندمجوهم، قلنا لا مينور تحت تحت فوق تشك، تحت فوق 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 تشك. ندوزو للسول، ندوزو الفا، ندوزو للري، ندوزو للمي. سهله ما صعيباش. دابا ندوزو نشرحو الوقت بالنسبه ديال الوقت ديال الاغنيه. بالنسبه في لا مينور كنلعبو خليني نكمل لك سيد الجوج واحكم نتايا، يا وراها صرات لي قصه. هنا كنطلعو للسول، كنديرو نبدلو لاكورد. خلص غاليا يا وديرها بيدي، هنا كنبدلو لاكورد الفا وراي يداني بعيد، او لا هاد الاكورد هادي راي يداني بعيد. كنتلهبطو للمي وبقيت وحدي يا لا، كنطلعو للمي عاوتاني جي با لا بيتيد، وكنعاودو نهبطو للري كنهبطو وبقيت وحدي يا لا، كنطلعو للمي جي با لا بيتيد. خليني كمل لك سيدي شوش وحكم نتايا، يا وراها صرات لي قصه. خلص غاليا وديرها بيدي، يا وراي يداني بعيد، وبقيت وحدي يا لا جي با لا بيتيد، وبقيت وحدي يا لا جي با لا بيتيد. كما كتشوفوا الاغنيه كومبلي هي هذه، شرحتها لكم بطريقه مبسطه. نتمنى منكم انكم تهزوا الجيتار ديالكم وتحاولوا تتعلموا، راه تعلموا دغيا دغيا، خاص غير المتابره وما تستسلمش دغيا. وبيس عليكم، وكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار هذا. خلي معك واحد لايك الى عجبك الفيديو. بيس.